بسم الله. دلوقتي هنشوف لو احنا عملنا شتات وعايز اعمل ليست اوف درونج، عايز اعمل ليست باسامي الشتات وارقامهم. باجي هنا من السكادوال واقول له انا عايز اعمل سكادوال خاص بالشيت ليست، بشوف ايه العناصر اللي انا محتاجها زي شيت نيم وشيت نمبر والكرنت ريفيجن، وممكن اروح حاطط التشيكد باي، ديزاين باي، درونج باي، السكيل. السكيل دي حاجة أنا كنت عاملها كده فاضية، تكست تقدر تعدل فيها زي ما أنت عايز. تمام، دي هو الليست اوف دروينج، وأي تعديل هتعمله هنا هيتعدل أوتوماتيك. يعني لو جيت هنا لغيت دوت، لغيت ده، هتلاقيهم بيتلغي أوتوماتيك، ولو جيت هنا برضو ولغيته هيتلغي هناك، هتلاقي اتلغى هنا برضو. ولو جينا هنا عايزين نضيف خانة زي السكيل ديت، تمام، نقدر نضيفها بسهولة جدا. اجي هنا اقول له نيو بارامتر واكتب كلمة سكيل اس سي واقول له خليها مثلا تكست واقول له اوكي، اضيف بالشكل ده. وتقدر تكتب المعلومات زي ما انت عايز هنا.